بسم الله الرحمن الرحيم. ومن والاه نكي نا موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوهن يتغنوجن. طبعا معنا قريش عذبون ونسك العذاب وسرقهن. كانت هذه الاعتداءات ضد ضعفاء المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين وضعفاءنا وناد عذبون وقنوا. أما من أسلم من الكبار والأشراف فإنهم كانوا يحسبون له حساب، يعني الأشراف لدر بهليلنا ولدر إن استوردنا حساب وسونق لهم رقنوا وريق قريب مشاكل خلاص روق الناس بهكينا. أما أننا ناس وانتردنا وعذبون وعذبون وقنوا. ولم يكن يجتزي عليهم إلا أمثالهم من رؤساء القبائل وأشرافها. ناقبل لهم بو أن ناو قن شوية نجرؤس ونجبر قنو، وذلك مع قدر كبير من الحيطة والحذر. يعني أنا حساب سونو منه من قنوهم بهلي لد أنا وجهت لد زعماء مشايخ نواتكو لد، لكن ان دعفاء تحاولون من قنو. طيب نكي موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم نا بنا نينتر بنا لنغرن ترقن حلقة رقم 20. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له من الشهامة والشرف والوقار ما وقاه الله به كثيرا من اعتداء الناس. الله سبحانه وتعالى ما كان الرقوه له شرف الرقوه له هيبة الرقوه له كما اعتداء الناس حابة الأخر سنود نيرد الله سبحانه وتعالى ني حفظ خلو من نيرد نقب خلو. وقد كان يحوطه ويمنعه أبو طالب كذلك نخرد أبو طالب رغم أنه مشرك أكونزك قبول الرقوه. وكان سيدا مطاعا معظما في قريش. أبو طالب يعني قروة أستاق نقابة واسستلري كريم تكياق قروة نسانك أرقوه لا يستهان بذمته ولا تحوى ولا تغفر. كان من ذروة بن عبد المناف أخواتنا ولد أرقوه وأرستونا ولد ولم تعرف لها قريش بل العرب إلا الإجلال والتكريم. فاضطر المشركون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ خطوات سليمة واختاروا سبيل المفاوضات مع عمه أبي طالب ولكن مع نوع من أسلوب القسوة والتحدي. يعني نا كان سبتد نا أبو طالب قروا واسد أنت قروا تكيا قروا وجوه قروا أرستق قروا نيقابة وانتا قرري بهليل ناولد واجهت ناولد نواتكاو قروا أرقوق ما نسبت ند النبي صلى الله عليه وسلم ترحى ونقوم مشركين اني ارسنك ازي قنيلو حوارر نقاشر نابينا قابدر قلير مي خرد قوقود نترون القنوخ، لكن يعني قاسين القنوخ تشخون القنوخ ازيون القنوخ قدو مرة تحدير القنوخ قولهم ما نسبت ند النبي صلى الله عليه وسلم موقفنا وناخر قونا عادي ندم بي بين قريش وابي طالب. نان ان قريش ده ابو طالب نام نقول وراء اخون نسبت ندني ترقوا عن نوغن. فقد مشى رجال من اشراف قريش الى ابي طالب مجموعة قريش ادنا فرنوغ ان درب ابو طالب تناقش درنا موضوعين وقالوا له ان ابن اخيك نكود عن دخرة قد سب آلهتنا. انا جاري نوسي نجارتتي نوسي ناتك دخي كلهم سببا كلهم انت قاسسك منهم نكود عن دخرة ناس يكون كوينا انت نغن نيخرد قوبود كود نيخرسي راخ بيدنا منه وعاب ديننا ديننا عصير كود عيب كله وصفح أحلامنا ودلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاف من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا وانصرفوا عنه. ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. طيب أبو طالب تلفون يا أبو طالب نكو دان دخرة نجارة تيناوسي نالها تيناوسي جاهو كور اللهم نباذا كور اللهم أنت قصة كور منه كود دينينا خصير عيب كله دين انت دين أخذ عن إنساك الشركيات قن بدع قن دلالات قن يخونا أنت يا دين لينا دين برق ما نسبت ند ورق يبيلو من هنا شخيلو تمسيلو خرقن وري
انتقل تقرأ عضم بي ينما نقول توقن بمنو ينغا غرسنا ديبو نيدي انك اريتك مين دوس ينون لهم نكا وناس ينقلو نين قريش ابو طالب تلنتوون ابو طالب اي خين وريد انا هون نقاب انتنيستو اكو اخلاني نوايا وقن نوايا وقن نوايا وقن يو قاب تك يود قاب مقنعد حجتد يولوم وانت صغولوم نا وانت رنق نا بيق وقول لهم نيدان نخرين نلاود الاخن ورن ناد النبي صلى الله عليه وسلم يخجار نهب النقر وني سخر اقلو دعوت نيخلي استمرار سيق نيدين لير سباتو قد قدام تير نخوان دين اسلام قول التوا يولم رقو نان نوك نير ورن بقونا بيدين نا زمان اي وقت حصلك ناشاني دائما اي انسان حقيق ولدي بي اخرج كل دكاخن حقل دكاخن ما قرحل دكاخن دي موضوع دينه بهرجن دين الدين رقبت كود كقدرت نقولهم نسحبتنا قال دون قدرنا وقن وهابي نسبتون وقن هنا دين لي هيك عذاب وانا نقولهم نان قاب حق يا خلا اكن قال ايوا ين والرسنور متان الله تقسنور متان فلان دغرا فلان دك ود الدوي ارجو غرو فلان دغرا فلان ناس حبيو فلان فلان ناس يوك فلان نهبك نان يكون كو نان نقر وني نيل قاب كون كو نو نكو نو يول قاب كون كو عاداتي نو قاب كون كو ان تقاليد قاب كون كو يست ني كولو فرنو ان حصد او سيدنو نا موضوعين ما نقدر يحو نان غراكو نان لا لون تقلاهم بنك انسان حيان ولا غلا فرنك ني غير لي ني غير الدان لي ني اقلي ني خريل ورني غير لي اي واحد فرنك نكره ند 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 هبا كنا ند ند يكون كو باطل سترو اي دنور متانغ نين دائما منبر ترقون وانيور أشياء جن لكن حياتنا وتكو إنسان إسلام حق لدر عدل لدر إنصاف لدر وأن تصلور شهرة سبته أن حقسي إنجار إن كلوسي النبي صلى الله عليه وسلم يوسي إن دمير سيريحوسي يرو شاخ قدام تجامل دور متان جالس قدب درو قدام تتراخ بير قدام تنكريت دور متان حقلد وأن تردو شهرة الله إسلامه نين من فوائدنا سيرة لد قريب أستفيد نكون منهم نتاريخ وهابي ندينين وهابا قايقوننا انسحابة أولين وهابين عدب سون القرهم. طيب انذار قريش وتحديهم لأبي طالب ندنبي ناس يقول لهم نقابتك يود قابتامي تود وانت تقول لهم ذنبي ندنبي أبي طالب تدكا ين انذار ونوكا قن انق أقصي نوكا قن ندنبي قرد لتونوكا كدي ينو حد يسدون أقول له ترى خبيد نذيبو ندنبي كفي نخورا بينيقن دو عادن لاغا لاغش. ولم تصبر قريش طويلا حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماديا في عمله ودعوته إلى الله. خلاصني ورات لأني شغل أني قد مدل فرعونكم ودعوتك اتقوا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أخادم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنني ورات لو أنا قدامك قرقشيبك قرقشيبك أيام لدك أيام يدخلون في دين الله أفواجا قدام ترون وقون وما تقون وقون الدين لي أنني نتعجب دول الله ما حرقنا لي وكد برضو كده وانترنو ديبو فقد أكثروا ذكره وتذامروا فيه مرة متذمتين يعني رجونه دائما محابرنا ولي أكيباتنا ولي اجتماعاتنا ولي ندي ننا فريق ننا باخ ننا باخ ينك دائما مجالس لذا قرصو يعني أي إنسان يعني سنعد جديدة قاباخ وري سنعد قلت لهم بعضي مجالس لي إن بكان لك قريو نعداءني وأخينين نيت إنكلو أخينين جينس سنة كبرين سمسو قدنا لا أخوة مقولة ديا كله لا أخوة تكيو ديا كله نوات كولي أنت بهرا إنسان نوات كولي ويترا إنسان نوات كولي إنسان ترى كدم رشا خلان ناس يدنو يقنها بيدنو يقن قليرا دنبي حق لي تأخلا عدل تأخلا دعوة القدم تأخلا يا أخوكين أنت إن حق دي إن عدل دي نيل 17 وجار سألتاتك. ثم مشوا إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد تنهيناك من ابن أخيك فلم تنهي عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم أبائنا نين والله ولا أصبر نذيب نقول وين أنتي أكان شهر وشرف شهر دوني خونك أن كدان دخرة سنبيس مننا إرقيس مننا يعيلو مننا إرقيلو همبيلي نخونك أنتي هم برغ يعني لا ريال له ين موضوعني خلاص صبري نهضمسته نينا آلهاسي جخو نينا دين سترى واصم بن اللمنه وتصفي أحلامنا وعيب آلهتنا حتى
تكفه عنا أو تنازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا. ندمي ينادي نيجن نقر ونين إن آلهة سير جحوك ينادي نسير أشتاقاتوك إن مستقبل سير تراحبوك إن أحلام سير تراحبوك قريب حاجات لي تونوخ أما نهابيني أبو طالبتي انذار دي يعني تحدي دي تونوخ نيدي وعزم على أبي طالب هذا التحدي والإنذار. وطالت أنا تحدنا عودي إن إنذارنا وسينخدي نت أنقع سكة وأروح الندم قال قال ينو نجاب تهديدات نالد أنت وسيلم أبو طالب نموضوعين يعني مرة أثر هنيدي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو خلوا وذكر له ما قالوا نكون ندي أنا نكون يا محمد أنقع سكة وقال له أبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه قال يا عم يا محمد يعني كفي وصير تنقاسي كفي وصير أوق يتر أوق إن إلنا ما أترون عصر قد بنكم قبل سنة أتراحوا أنكم أننا فرنين إن السمود يعني فلان دكوا يشتنون قال إيه نوكل أننا فرنين ساعة غدًا بي نين جاهل يدقن عنصر يدقن غابل يدقن أتراح شخلاني قبل سنة حقل شنين لهم أنت قل لو أنزل عسيرتك الأغربين يا ما أنت قوسي حقل لا مش يعني أنت قو أخنا قل لهم الثقافين دكانا ناشئنا وتكولت وانا كنا جاهلياتنا وتكولت وانا النبي صلى الله عليه وسلم أنضعفني وصين حالتني وصق على سنة قرية يكون لنكون يا عم والله ولو وضعوا الشمس والله ولو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نين الرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص نين خردا شوية يعني دعف آخر شوية روا أحسن وعلى سنة كله نكو ناوك كبس ندي ابنا ناوك جمع استنادي ابنا نين ناوك يتري ده نخرة تري نحالة تراه بيدو ناوك انقليق انقليق يا وقال سنك يا وقال سنك دعفه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد دالت قن ثابت قن يثبت الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقول إنا كفيناك المستهزئين إن استهزاء سبوك رقونك وناسك ديال طرح بيروهم أما يقول لنكو يا عم يا إخر الدان أبي يقول نابي والله إن كهرها نرى لا أخرى آخرا إن أربعة نشان قبل أخرى آخرا و يعني ندي يخسي باريه والله باراري له ندي متان ولي الله سبحانه وتعالى ظهر درو لغن مش شامل ظاهر اخو اكان اخطق لغن هيمن دوغن سيطر دوغن ولي ان نيدين متان هلكيغن نيدين متان كريغن يغشل لين اريغن بو اما النصر اما شهاده ان شاء الله ور انت سريغن سبتي يرغن سمود اسن دين يقلي ني حقلي ور ان شاء الله ني اجل كرندوكا ان مستعد غني يقولو ني خدان سنه يقول ثم استعبر وبكى ني دم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا لا اقصد ان ترود كثرت يعني ان اذا ان قال اخود ما انها سريخ وعادت الى ابي طالب الرقه والثقه. نيدم ابو طالب خلاص يعني رحمه قول له يعني ني في قدر وثق نيدان دخل در موقف نيغلد سامد اكد صابر اكد صادق اكد ارو له رقوق مغلق ارقه غندي مغلق جربه غندي بو ما اثبته. اذهب يا ابن اخي والفريق اذهب يا ايدان دخرى يا ابن اخي يا ايدان دخرى معنا يا ابن اخي فقل ما أحببت فوالله لا أسألك لشيء أبدا. فريج يا رب ريوسكي دعي كدين لي كم رازق أسيقول لا رأي أن يوك شغل يرد لا رؤيتك وفضل جارود عنوانا برضو حماية أخرك كيقول والله سبحانه وتعالى سخره لنا بطالبتي نيا خاتمتني وطبعا كفر لك هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.